أتحول مجددا إلى الشمال السوري وينضم إلينا من هناك الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل. أهلا بك مجددا سيد كينو، وأتمنى أن تسمعني بشكل جيد هذه المرة. أهلا وسهلا، أسمعك جيدا. أهلا بحضرتك سيد كينو. بخصوص الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول إرسالكم قوات عسكرية إلى إدلب، أصدرتم بيانا بالنفي، هذا النفي تحت أي إطار يندرج؟ هل هو عدم مشاركتكم في أي معركة محتملة على إدلب في الوقت الراهن، أم أنه يشمل رفضكم للمشاركة حتى المدى البعيد؟ طبعا اليوم قوات سوريا الديمقراطية لديها واجب تقوم به ولديها برامج وأعمال ملتزمة بها كما جاء في البيان، أيضا في منطقة حوض الفرات وهو الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، والذي هناك بالأساس تحضيرات وتجهيزات للقيام أو لاستئناف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، ونحن ملتزمون بهذا البرنامج الذي وضعناه منذ فترة طويلة. بالنسبة لموضوع إدلب والمناطق السورية الأخرى، طبعا كما جاء دائما قوات سوريا الديمقراطية هي قوى وطنية و تلقى طلبات كثيرة من سواقنا ذلك من إدلب أو من مناطق أخرى من أجل تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي أو من تنظيمات جبهة النصرة الإرهابية، ولكن هناك بكل الأحوال أسباب أو ظروف مختلفة تمنع حصول ذلك حاليا. البيان الذي نشرناه في الأساس هو ينفي الشائعات والحديث الكثير الذي ظهر بدون أساس حول مشاركة وإرسال قوات سوريا الديمقراطية مقاتليها بالقتال إلى جانب النظام السوري في منطقة أو في عملية إدلب. طبعا هذه الإشاعات والأحاديث ظهرت من قبل وسائل إعلام مغلقة سواء كانت التركية منها أو حتى غيرها من وسائل إعلام السورية، وبالنسبة لنا يأتي هذا في إطار الحملة الإعلامية السلبية الموجهة ضدنا وضد كامل الشمال السوري والبرنامج والمشروع الذي نقوم به، حيث ظهرت هذه العمليات أو الدعايات السلبية خلال فترة الشهرين أو الثلاثة الماضية بشكل كبير وواضح بهدف التأثير وتحريف الحقيقة والتأثير على الرأي العام المحلي والداخلي من اجل خلق دلدله وعدم استقرار في ضمن صفوف الشعب في شمال سوريا. سيد كينو، ماذا لو ان النظام بالمقابل يعني ابدى رغبه مماثله لما تبدونها حول تشكيل قوة موحدة لتحرير الشمال الغربي من سطوة ونفوذ المسلحين التابعين لتركيا بما فيها إدلب وعفرين أيضا كما ذكرتم؟ طبعا هناك كما قلت طلبات من قبل الاهالي في ادلب حصلت سابقا او حتى في مناطق اخرى مثل جرابلس والباب وعزاز وغيرها من اجل تحريرها من ارهاب داعش سابقا او حتى الفصائل الاجراميه الموجوده حاليا في المنطقه. هدفنا او حتى الان ليس هناك اي برامج لمثل هذا الامر. عفرين تبقى دائما هدف اساسي من اجل تحريرها من الاحتلال التركي، ولكن لحد الان لا يوجد مثل اي اتفاقيات مثل هذه او حتى تنسيق او مفاوضات في مثل هذا الامر. اذا وجدت ايضا اعتقد ان مثل هذا الامر يحتاج الى مفاوضات كبيره واتفاقيات كبيره، ومثل هذا الامر ليس مطروح حاليا على جدول اعمال القوات او غيرها. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة. ناطق رسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية السيد كينو جابرييل، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري.